عندنا كمان سؤال على البث المباشر من الأستاذ محمود عبد الرحيم، بيسأل فضيلتك: حكم من جلس على مائدة طعام مع شخص لا يصلي، يأكل معاه يعني. كده مش هنصلي، مش هناكل مع مش حد. هنا. لا لا لا، احنا اللي ما بيصليش يعني ده يعني مش كافر، وده عاوزة حلقة. اللي ما بيصليش مش كافر، هو عاصي خلاص. ونحن لم نؤمر ألا نأكل مع العصاة أبدا. ده احنا بقى خلي بالك، أهل الطاعة شغلتهم بيعملوا إيه؟ إنهم يأكلوا مع العصاة ويتعاملوا معهم بأخلاق عالية جدا، عشان العصاة يشوفوا فيهم الأخلاق دي ويقولوا الأخلاق دي جاية من الطاعة اللي بيعملها، ده احنا لازم نطيع ربنا زي ما هو بيطيعها. يبقى احنا ما نقولش أبدا إن احنا ما ناكلش مع العصاة، لا، إنما نأكل حتى يعني، لأن ده أصلا إنسان وده مسلم. الحاجة التانية أن المعصية لا تمنع الاجتماع على الطعام مع أحد.